مشاهدينا اكيد مع ضيوف يحبون دائما الاستكشاف واكيد ايضا يحبون المغامره، خصوصا في برنامج جميل يعرض دائما على شاشه تلفزيون دوله الكويت. معنا الاستاذه وجدان العقاب، مشرف عام برنامج كل يوم كشته، واكيد ايضا مقدمي البرنامج جنان بهزاد ونواف المويل، ونقول لكم الف مبروك بعد هالموسمين الجميل. اكيد الثالثه يقولون ثابته والبرنامج وجهه خير عليكم، الف مبروك لكم. الف مبروك الزواج، نبارك لكم وكل عام وانتم بخير وعود عليكم بالصحه والعافيه. نورتونا، الله يسلمك. يعني هذا السيزون الخامس صح؟ فما شاء الله تبارك الرحمن من نجاح الى نجاح، بس كل يوم كشته يعني ما طرت على بالنا انه ممكن تصير كل يوم كشته و30 حلقه ما شاء الله تبارك الرحمن. ان شاء الله شلون قدرتوا تلقون كل يوم 30 كشته؟ في اكثر. والكويت عوده ترى يعني مو صغيره. افكنتم ما شاء الله، بس قاعد نقارنها باليمها دول كبيره، لا بس ترى فيها وايد اشياء. واللي ساعد صراحه ان تنوع البيئات واختلافها وارتفاعها من الشرق للغرب، هذا يعطيك اساسا اماكن كثيره بعد. جداً شنو اهم الاماكن اللي ما وصلها حد وصلها برنامجكم كل يوم كشته صراحه؟ طبعا منطقه منزوعه السلاح، هذه المنطقه الحدوديه فيها يعني تضاريس واشكال ارضيه عجيبه، كون ان الناس ما توصلها بطريقه سهله يعني يخلي بالعكس احنا اللي قاعد نقدمه الحين فيها والعرض اللي ينعرض يوري الناس شنو عندنا من تضاريس، شنو عندنا من أشكال أرضية، شنو عندنا من مواقع الواحد ممكن. إنك كل يوم كل فترة تروحين كشتة من هالكشتات، شلون كان الموضوع سهل ولا صعب؟ هو مو صعب أبدا، يعني خلينا أقول هو صعب، يعني هو الصعوبة فيه بس إن إحنا نطلع من الصبح لفترة متأخرة من اليوم، فالصعوبة بس في التحمل، إن إحنا نتحمل الدرب البعيد ونتحمل يعني طول الوقت لازم نكون إحنا مرتبين لأن قاعدين نصور حلقة واحدة بأكثر من موقع. هذه الأشياء اللي شوية كانت تحتاج منا إن يعني إن نكون صبورين عليها، بس متعة المكان نفسه ومتعة الرحلة وإن إحنا جروب واحد اشتغلنا مع بعض. احنا انا اشتغلت معاهم يعني الحين المواسم خلينا نقول الاربعه، الموسم الاول ما اشتغلت معاهم، ثلاث سنوات اللي فاتت احنا دائما مع بعض، ستة اشهر من السنه نفقد بعض، بس ترى ستة اشهر وهالستة اشهر تجهيز، فاحنا ما بيننا ابدا يعني اي صعوبه، كان احنا عائله طالعه تسوي شغلها ونرجع، وبعد الشغل هذا عندنا بعد شغل ثاني في الاعداد وفي المونتاج، فهي كلها يعني العملية ممتعة جدا. أكيد. الصعوبة مثل ما قلت لكم هي بس ان الوقت قصير حق برنامج نفس هذا. نعم. وابي ازيد بعد على المواقع، احنا المواقع اللي رحنا لها صورنا منها جزء قليل جدا، ومثل ما قالت استاذة وجدان هي مظاهر طبيعية، بالاضافة الى هالسنة دخلنا النباتات ودخلنا الكائنات الحية، لان ما نقدر ان نشوفهم وما نصورهم، ما نقدر نقول ان هذا المكان ما في كذي. طلب منك مسؤولية عشان ما تقدم شيء تقليدي أو شيء ممكن يكمل الحلقات اللي انت قدمتها، مسؤولية صح. لازم تقدم كل شيء جديد صح. وحصري ما نشاف من قبل صح. ما تحس هذه مسؤولية عليكم كشباب وانتم خصوصا بالموسم الخامس؟ شوف يعني هذا أنا كنت أبي أتطرق له، وهو يشكر ونمسي عليه مخرج العمل أبو يوسف، هو كان الأب والمسؤولية كانت عليه هو أكثر شيء، كان يوجهنا من ناحية الأمن والسلامة، من ناحية التزام في الوقت، خاصة أن اللوكيشن بعيد ومعاك تصاريح دخول وخروج وفي ناس ثانية ناطريننا منهم جهات معنية وكانت متخصصة منها دخول وحركتنا وخروجنا معاهم، كان كل يعني همه ما يصير فيه تأخير أو خلينا نقول مثلا يعني شيء عرقل طلعتنا او كشتتنا. الشغله الثانيه ان انا اروح حافظ شيء ام يوسف او جنان يشوفون ان المكان هذا في اكثر من حلقه، المكان في قصه فانا ابتدي مره ثانيه اسوي لا اعاده حق شنو، حق الحلقه هذه والحلقه الثانيه. بعد هذه المواسم الجميله خصوصا انتم في برنامج كل يوم كشته يعني مختص بالبيئه، يعني اللي خذيتيه من هذا البرنامج بخصوص بيئة الكويت بشكل عام شنو؟ شوف أثبتت هالأرض الصغيرة هذه
ان كل شيء فيها سبحان الله. يعني لما اني بنتكلم بس احنا الشيء الوحيد اللي ما عندنا جبال شاهقه ها صح. بس من خلال برامجكم ما شاء الله اللي قبل السيزون اللي طافت انه كان عندكم كل يوم يال اي وكل يوم سمكه وكل يوم سمكه فما شاء الله يعني قاعد تشوفون كل يوم نبته قبله فعلا فقاعد تشوفون اشياء احنا ما نشوفها وما نعرفها يعني احنا تعلمناها منكم. شوفي هو الهدف الاساسي من هذا من هالسلسله هذه كلها ان احنا نلفت نظر المشاهد الى اشياء يمر فيها في الموقع وهو ما يشوفها عرفتي يعني. هذه التجربه كانت وايد واضحه في كل يوم يال ناس وايد تروح البحر بس ما تدري شنو اكو حدر الصخر عرفت شلون. لما انت تكون دقه التصوير في اشياء وايد صغيره ودقيقه الناس هني تبتدي تتعرف لا والله انا هذه مو صخره وبس يعني الصخره هذه تعتبر تخيلي مثل الحين لما نكون احنا بالمحميه شايف المحميه ايش كبرها الكائنات الحيه اللي فيها من نباتات وحيوانات هي اللي تعيش في هذه المحميه صح فتعتبر هذه المحميه موئل يسمونها موئل. تخيلي على اشياء وكائنات عديده كبيره تحتها عرفت شلون مجرد ان احنا نقلبها وما نردها مكانها احنا معناته دمرنا ترى بيئه كامله متكامله. انا ودي اسال جنان شنو اللي يميز كشتاتنا هنا بالكويت يعني بعد هالتصوير اكيد كل كشتاتنا مميزه فشنو اللي يميزها؟ احنا نتكلم على الجانب البيئي اذا نبي نميزها نبي نميزها ان احنا نرجع المكان نفس ما كان يعني احد الاشياء اللي لاحظناها في كل المواقع الاكياس البلاستيك فكان في يعني خلينا نقول الكيس البلاستيك يعيش سنوات طويله فانا ما اقول هذا كان اليوم ولا امس هذا قد يكون نتيجه يعني سنوات سابقه فاحنا علشان نعيش سنوات قادمه نظيفه نحتاج ان احنا من اليوم نوقف مثل هذه الاشياء. فاحد مشاريع الجمعيه ان احنا نوعي الناس في اهميه الكشته البيئيه ان احنا نترك المكان نفس ما كان ونركز على الاشياء الاساسيه نفس ما قالت استاذه وجدان احنا هذه السلسله حسيت يعني انا يعني خذ كان بشكل شخصي لاني اشتغل في التعليم واشتغل مع برنامج المدارس الخضراء سنويا اشوف صدى البرنامج في المدارس هو صار منهج تعليمي قاعد يروح على المدارس على يعني خل اقول على كل مدارس الكويت في مواد العلوم والاجتماعيات اللي لها اختصاص في البيئه الكويتيه فهذه الماده ما تعرض بس على التلفزيون هذه قاعد تعرض كل يوم في المدارس وقاعد تعرض كمادة تعليمية لأنها مساندة للمادة التعليمية يطلع الطالب بالمدرسة فعلاً هو يتعلم من الكتاب المدرسي ولكن إحنا الحين الأهل دائماً يحبون يوتيوب يحبون يشوفون الشيء على الحقيقة فإحنا تركنا لهم هذا الشيء في مواسم خمسة يعني ما شاء الله غطينا فيها الكويت شنو تحتاج منا بيئة الكويت كمواطنين كشعب عادي تحتاج منا أن إحنا ندرس قانون حماية البيئة ونتثقف فيه ونطبقه مو مجرد المعرفة فيه كل مادة في القانون مقصودة وكل مادة في القانون لها أثر على بيئة الكويت وعلى الشخص نفسه هو تعديل للسلوك يعني المسؤولية مو مسؤولية بس جمعية البيئة ولا مسؤولية الهيئة العامة للبيئة لا 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 أبداً هي مسؤولية متكاملة على كل فرد سواء كانت جهة أو كانت نفع عام أو كان أفراد يعني شوف قانون حماية البيئة بروحه بحد ذاته يعني مثل ما تفضلت هي قالت درسوا قانون حماية البيئة ادرس قانون حماية البيئة أنت كمواطن هذا القانون فيه 181 مادة تخيلي أن هذه المواد محطوطة عشان تضمن حقوقك البيئية أنت كمواطنة صحيح. علشان أنا أتنفس هواء جودته ممتازة أعيش في بيئة نظيفة ما خالية من الأمراض والأوبئة أشرب ماء عالي الجودة كل هذه المواد اللي موجودة في القانون هي علشان تحفظ حقوقكم كمواطنين فاللي يخالف لازم يتخالف علشان لا يتعدى على حقوقي أنا البيئية لا يتعدى على حقوق عيالي البيئية الحين شفنا الحين شرطة البيئة بعد موجودين همها يخالفون يعني أي. وهذا والله مقصرين هي العمل هم هم بعد ترى يعني يحتاجون أن الناس شوية تصبر على اتساع دائرة أدائهم لأن عددهم قليل ترى الدائرة جديدة إدارة شرطة البيئة إدارة جديدة ما صار لها وايد هي تبع شيء طبيعي لا إدارة شرطة الداخلية. البيئة تبع وزارة الداخلية الأمن العام مو تبع شو اسمه الهيئة العامة للبيئة الهيئة العامة للبيئة عندهم الضباط القضائيين
بس شغلة تفضل. حتى الشباب اللي بيطلعون كشتات أو البر مواسم البر، ترى في البرنامج احنا حرصنا ان تكون شلون الكشتة البيئية بطريقتها، بانك انت تجي تقعد مع ربعك مع اهلك دون اي مخالفات، من غير اي مخالفات، كاملة موجودة. حلو. فحتى بعد بالبرنامج موجود طريقة الكشتة البيئية. كلام جميل. الحين من خلال التصوير هذا العمل الجميل، لأن إذا دخلنا موضوع البيئة ما راح نخلص، لأن وايد وعود ومسؤولية الجميع مثل ما ذكرت الأستاذة وجدان. لكن السؤال، تصويركم كان ما بين فصل الصيف والشتاء ولا برد حار؟ الاثنين نضعف نمتن اي والله طفنا على كل المواسم. انزين، حتى شوف أول شيء بلشنا بالشتاء صح. انزين، فطبعا عندك مرات احنا متى نصور؟ احنا كلنا موظفين، وهذا العمل احنا قاعد نسويه متطوعين. انزين، فوقت طلعتنا هو محشور ترى بس بالويكند. فتخيلوا انت من الناس الويكند عندها ترتاح فيه، احنا الويكند نكرف فيه الجمعه والسبت. اوكي، فالطلعه ما هي قصيره، يعني من الساعه 7 الصبح مثلا نرتب امورنا، 9 احنا في اللوكيشن. انت ما تطلع من اللوكيشن الا خلاص اول ما تنزل الشمس. انزين، على كسرة الشمس بس خلاص صح. نبتدي الحين عاد نشيل أغراضنا، وعلى ما توصل ساعة ساعة ونص، والدرب طويل لأنه في أماكن بعيدة، ونوصل ناضين. يعطيكم الصحة والعافية. بس الحلو شوفي، إحنا واجهنا صعوبة في هذا الموسم. شنو المواقف اللي صارت لكم؟ شوفي، شنو الصعوبة اللي واجهتوها؟ أنتوا تلاحظون في برامجنا إن إحنا دائما تطلع لكم المواقع تين النظيفة. إنزين، بكل يوم يال، بكل يوم سمكه، الناس كانت تسالنا انتم هذا وين مصورين اللي هو كذي نظيف؟ هم ما يدرون ان احنا قبل التصوير يتنظف اللوكيشن ساعه ساعه الا ربع. انزين، نخلص عقب نبتدي التصوير. ابو يوسف عادي عيد تيك كامل عشان قرطاس مثلا نكون ما انتبهنا له، موجود بالزاويه. يعني احنا كان قاتلنا الشيس الازرق صراحه في كل مكان، كان الاكياس وشيء يزعل بصراحه. يعني أيوة والله. المفروض اليال يكون نظيف بدون ما يحتاج بس تنظيف. بس بهالموسم لان الاعتماد الاساسي على ان احنا نراوي الناس الموقع من فوق صح. اوكي، ما حد راح يتخيل شكل جال الزور إذا أنا واقفة بمكان واحد أو أصوره صح. لازم من فوق علشان الناس يشوفون بالضبط ارتفاعه، امتداده، الأشياء اللي في الحركات، كل شيء. أوكي، وأكو لازال في أشياء الحين شلون نشيلها؟ ما نقدر صح. مساحة كبيرة يعني، عرفت؟ جربنا أول طلعتين ردينا بحلقة واحدة في كل طلعة، فكان الوضع مو يعني لا وايد متعب. شفنا لنا طريقة ثانية طبعا. انزين، ابو يوسف عبد الرضا الرامزي جزاه الله خير مخرج العمل، هو اللي ضبط المواقع نظفها عقب علشان نشوفها في هذه الطريقة. حلو. ما شاء الله. في بعض ردود الفعل تقول ان البرنامج يعني على كثر المعلومات اللي قاعد تقدمونها استاذة جنان، يقول وقتك قصير. انت شايفه اليوم وقتك قصير ولا يبي له مساحه اكبر ولا شنو بالضبط؟ وقتك قصير، هو يعني خلينا نقول انه هو لقمه سهله. انت تبينا اكبر من كذي؟ انا اتمنى انه يصير ساعه، ليش لا؟ احنا علوم احنا غير كل شيء ودنا. بس انا ودي انه توصل المعلومه. خل لاحظ شيء، المشاهد صار يستخدم السوشيال ميديا ويكتفي بدقيقه، حتى احنا على الانستغرام دقيقه واحده وما لنا خلق نطوفها، فما بالك بمعلومات علمية ثقيلة. حلو. هذا خلانا نحط مساحة كبيرة من التصوير الممتع، يعني في جماليات للمواقع كلها في كل حلقة. مثل ما قالت أم يوسف، عندنا مساحة من التصوير الجوي. التصوير الجوي ممتع جدا، يعطي حق المشاهد فكرة عن المواقع. أولى لآخرة، في حلقة أمس كانت الدبدبة أول مرة أنا شايفتها بالمونتاج، يمكن ما أدري كم مرة ورايح المكان أكثر من مرة، بس على التلفزيون وأنا أشوفها أنا مستمتعة فيها، أسمع الصوت وأنا نفسي قاعدة أقول ولا كأن أنا ها قاعد أقول إن المنطقة فيها الصخور كذا كذا والكبيرة واللي منتقلة من منطقة ثانية من الكويت، مستمتعة فعلا وأنا قاعدة أشوفها على مساحة كبيرة. المساحات هذه تعطي حق المشاهد القدرة على ما يبي يتخيل، هو يبي يشوف الحقيقة بعينه.
احنا في كل يوم يال وفي كل يوم خلينا نقول كل يوم يال الناس كانت تقول لنا انتم صدقكم مصورين بالكويت عندنا ماي كذي؟ اي عندنا ماي كذي. احنا طلعنا الجزر فعلا الجزر رائعه ونظيفه وسواحلها ممتازه ومياهها ذات جوده عاليه. احنا نعتز يعني في هذا العمل في أكيد. تلفزيون الكويت اكيد وقواكم الله على هذا المجهود الجميل عشان تطلعون بيئه بصوره جميله يعني. كل الشكر لك استاذه وجدان العقاب واكيد استاذه جنان بهزاد ونواف المول يعطيكم العافيه على هذا المجهود جميعا. طبعا برنامجكم المميزين عرض على شاشه تلفزيون الكويت الساعه 1:15 تقريبا 1:15 الظهر تابعوا لنا جدا جميل بصراحه. اكيد مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا وان شاء الله نشوفكم في غبقه اخرى مع الزملاء لذاك الوقت نقول لكم تصبحون على خير والى اللقاء مع السلامه.